هنبدأ دلوقتي شابتر 10 اللي هو inequalities. ال inequalities لما بتيجي في الامتحان بتيجي دايما بطريقة اللي هو اكتر سؤال يعني شفته جه في ال inequality ان هو يديني السيستم وما يدينيش جراف، والمفروض ان انا ارسم، وهو بيسألني على ال solution set هتبقى موجودة في any quadrant. فطبعا دي مستحيل الواحد يعرفها إلا إذا جاب الانترسكشن بوينت وعرف الجراف كل لاين منهم فوق ولا تحت، هعمل شيدنج وشوف المنطقة اللي هي الشيدد دي هتبقى موجودة في أنهي كوادرنت. يعني ممكن تبقى موجودة في 3 كوادرنت وفي واحد هو اللي مش هتبقى موجودة فيه. فيعني الموضوع محتاج يتترسم. فأنا عشان أرسم لاين محتاجة نقطتين، ومحتاجة أعرف كمان النقطة بتاعت الانترسكشن، يبقى كده نقطتين لكل لاين 4 ونقطة الانترسكشن 5. فكل ده سهل وحلو وجميل وكل حاجة وبسيط، بس هياخد وقت ومفيش مجال ان انا احاول اختصر في خطوات. يعني دي مفيهاش تكنيك معين اقدر اختصر خطوات. فلو سألني البوينت دي موجودة على solution set ولا لا، وانا عندي الاتنين equation، هعمل plug in. اذا البوينت اللي هو مديهاني مشيت مع الانيكواليتي الاولى ومشيت مع الانيكواليتي التانية، يبقى دي بوينت موجودة في السولوشن سيت. انما ده بالنسبة لو هو مديني نقاط. طب لو هو مش مديني نقاط وبيقول لي السولوشن سيت موجودة في اني ريجين، في اني كوادرنت، فدي ملهاش حل غير ان انا ارسم. فعشان كده انا لما بيجي سؤال الانيكواليتي في اي منطقة في السكشن، سكشن 3 او سكشن 4، في الاول في الاخر whichever مكانه، انا بخليه للاخر، بسيبه خالص. لو في وقت اعمله اوكي، مفيش وقت اعمله بعمل جاسنج. طيب نشوف هنا هو بيتكلم في ايه بقى. بيقول لي the only difference ما بين the system of equation and the system of inequality ان هو you must reserve the sign every time you either multiply or divide both sides by a negative number. الكلام ده مكتوب اهو، ودي حاجة احنا عارفينها، ان احنا لما بنعمل multiply او divide by a negative number بنعمل فليب للساين، بنقلبه الناحية التانية. زي هنا لما انا جيت هنا، انا عندي هنا minus 4x، عملت جبت 3x minus 4x اديني minus x. طب انا مش عايزة minus x، انا عايزة الاكس، فهضرب في minus 1 في الناحيتين هيديني الاكس bigger than 1. ليه bigger than 1؟ عشان انا عملت فليب هنا للساين بعد ما ضربت هنا في minus 1 on both sides. تمام. طيب النقطة اللي بعديها بيقول لي which of the following integer is a solution to the inequality. solution to the inequality انا شايفة ان انا عندي x هنا و x هنا، اجيبهم في ناحية واحدة، يبقى ال minus 7x دي هجيبها الناحية التانية ب 7x، هتبقى 7x minus 3x less than or equal minus 27، وهجيب ال 7 دي الناحية التانية بالplus هتبقى plus 7 على طول. يبقى 7 minus 3 4x less than or equal، مش هغير الساين هنا، انا ما عملتش لا multiply ولا divide، هنا minus 27 plus 7 difference ما بينهم وساين الاكبر، بعدين x dividing by x less than or equal minus 20 divided by 4، انا هنا عملت division by a positive number فما فيش اي مشكلة. يبقى x is less than or equal negative 5. تمام. طيب انا دلوقتي جبت inequality، جبت قيمة الاكس، بس قلت ان الاكس ينفع تكون اي قيمة من اول minus 5 فما اقل. طب انا ما عنديش هنا minus 5 في التشويسز، بس عندي اقل، دي اكبر من minus 5، دي اكبر دي اكبر دي اللي اقل، يبقى الانسر هي ايه. نفس الحكاية بالنسبة لهنا، بس هنا عندي double inequality. هو عاوز الاكس، يعني عايزني isolate الاكس. يعني انا عندي هنا minus 2x plus 3 less than or equal 15، وهنا bigger than or equal minus 7. كل اللي انا هعمله ان انا هعمل minus 3 هنا، minus 3 هنا، وminus 3 هنا، وبعدين هعمل dividing by minus 2 dividing by minus 2 وبعدين dividing by minus 2. طبعا عشان عملت dividing by minus 2 يحصل flipping للساين، 15 minus 3 over 2 over minus 2 15 over 3
15 قصدي ماينس 3، 15 ماينس 3 يعني 12، 12 اوفر ماينس 2 يعني ماينس 6. يبقى هنا عندي الاكس، وهنا عندي ماينس 7، ماينس 3 7 8 9 10، ماينس 10 اوفر ماينس 2 اعملها على طول، ماينس 10 اوفر ماينس 2، الماينس هتروح مع الماينس، و 10 اوفر 2 تديني 5. يبقى هنا 5 x is less than 5 و bigger than minus 6. اخلي الماينس 6 الناحية دي تبقى كده تمام. هو عملها على يعني اخد كل جزء كده وعمله لوحده، بس انا بحب اعملها كده في نفس الاليكواليتي. هي دي موجودة في التشويسز؟ ايوه موجودة في التشويسز اللي هي سي. يبقى انا لما يقول لي اكس عايز الاكس يعرف الرينج بتاعها هي موجودة بين كام وكام، وهو اصلا مديني هنا زائد 3 يعني ماينس 2 اكس بلس 3، اشيل ال 3 الاول وبعد كده اشيل الماينس 2، اشيل ال 3 بان انا هي بالبلس اخليها انا بالماينس، النيجاتيف 2 هي مضروبة في الاكس هعملها انا ديفيجن عشان اطيرها. يبقى لو انا عايزة ايزوليت الاكس في الانيكواليتي بمشي بترتيب معين. ايه هو الترتيب ده؟ ان انا لو عندي هنا something added to the x بشيله الاول، وبعدين بشيل ال coefficient بتاع الاكس. ما ينفعش اشيل ال coefficient بتاع الاكس الاول وبعد كده اشيل ال 3، ما ينفعش. يبقى اشيل ال 3 الاول بان انا اعمل negative 3 في الثلاثة sides، يعني هعمل هنا minus 3 وهنا minus 3 وهنا minus 3 فدي تطير، بعد كده هعمل dividing by minus 2 عشان اطير دي فتبقت الاكس لوحديها. الترتيب مهم جدا، ما ينفعش اعمل ستاب قبل التاني. طيب ايه بعد كده؟ السؤال اللي بعد كده ده word problem. الword problem في الانيكواليتي لذيذة لانه ما بيطلبش مني حاجة غير ان انا اترجم اللي هو عايزه ده لانيكواليتي واطلعها من التشويسز. والسؤال ده بيجي في الامتحان كتير، ويعني يا ريت كل الانيكواليتي اللي تيجي في الامتحان تبقى من النوع ده، ما تبقاش من النوع اللي بيحتاج رسم، لان ده انا بجيب الايكويشن مجرد ان انا بقرا واترجم، انما ان انا ارسم بياخد وقت. هنا بيقول لي to follow his diet plan James must limit his daily sugar consumption to at most. يعني ايه at most؟ at most يعني بالكتير، بالكتير يعني ممكن اقل من او equal 40 جرام، انما ده بالكتير. يبقى ممكن اصغر من كده اوكي، انما اكتر من كده لا. طب هل 40 معايا؟ يعني لما يقول لي at most 40 يعني 40 or equal، يعني هي ال 40 معايا. طيب هنا بيقول لي one cookie has 5 gram of sugar، يبقى الكوكي عندها 5 gram of sugar. وايه تاني؟ والفروت سالاد، السالاد عندها 7 جرام. لحد دلوقتي اوكي. If James ate only cookies and fruit salad, okay, which of the following inequality represented the possible number of cookies C and fruit salad S that he could eat in one day and remain within his diet sugar limit. يعني عاوز يعرف هو هياكل كمية قد ايه من الحاجتين دول بحيث ان هو ما يخرجش بره الليميت اللي هو حاطه لنفسه. طيب احنا السي هي اللي مقترنة بالخمسة والاس هي اللي مقترنة بالسبعة، يبقى هنا 5 سي اوكي، 7 اس اوكي. هنا 5 اس و7، 5 سي و7 اس اوكي، 5 سي و7 اس اوكي اوكي. يبقى هنا هو مقارن الخمسة مع السي والسبعة مع الاس، بس احنا بس عايزين نعرف هل الخمسة هضربها في السي ولا هقسمها على السي. هنا بيقول لي الخمسة جرام في الكوكي الواحدة، يبقى اذا لو انا عايزة اعرف في كذا كوكي، في السي كوكي، في عدد سي من الكوكيز، العدد سي هيبقى فيها كم جرام؟ 5 تايمز سي. ولو انا عندي اس نمبر اوف سالاد، الاس نمبر اوف سالاد دول هيكون فيهم كم جرام شوجر؟ هضرب ال7 في الاس. يبقى لو انا عايزه اعرف الكالوريز سوري الجرامز اللي موجوده، جرام اوف شوجر اللي موجوده في عدد معين من الكوكيز، بضرب الخمسة في العدد ده. هو بيقول لي السي هو العدد، يبقى هضرب الخمسة في السي مش هقسمها، يعني دي لا ودي لا.
هنا دي صح ودي صح، بس هل هي less than ولا less than or equal؟ less than or equal لأن at most معناها بالكتير، يعني الأربعين معايا، يعني الأربعين أوكي ممكن يقدر ياكل 40 أو أقل، إنما مش أكتر من كده. يبقى الإجابة هتبقى or equal at most، يعني or equal. طيب نيجي للي بعده، اللي بعده بقى بيتكلم عن الجراف. هنا بيقول لي from a graphing standpoint what does an inequality look like. ال inequality هي عبارة عن، لو قال لي هنا or equal y bigger than وما قاليش or equal، يبقى الخط بتاعي هيبقى dashed line. ليه dashed line؟ عشان لو قلت dashed line يبقى أي نقطة على اللاين مش معايا، النقاط اللي على اللاين ما تعتبرش من السولوشن بتاعت الانيكواليتي. يبقى أنا برسم الداشد لاين ده، مهم جدا إن أنا وأنا برسم، إحنا قلنا إن في سؤال بيحتاج إن أنا اللي أرسم، فلما أنا اللي أرسم لو قال لي أور إيكوال غير لما يكون بيجر زان، يعني بيجر زان أور إيكوال غير بيجر زان في الرسم، دي هرسمها سوليد لاين ودي هرسمها داشد لاين. داشد يعني منقط، داشد لاين. يبقى اللي فيها اور ايكوال هحط فيها النقاط اللي موجوده على اللاين معايا، يعني اي نقطه موجوده على اللاين معايا في السولوشن سيت بتاعي. انما لو قال لي بيجر ذان من غير اور ايكوال يبقى اللاين بتاعي هيبقى داشد، يعني ده معناه ان اي بوينت على اللاين مش معايا في السولوشن سيت. الحكايه دي مهمه جدا، مهمه ليه؟ مهمه ان انا اقراها ومهمه ان انا اترجمها. يعني لو هو مديني الانيكواليتيز السيستم اوف انيكواليتي المفروض ان انا هرسمه، لازم اخد بالي ان انا ارسم اللي فيها اور ايكوال ارسمها بخط سوليد، خط سوليد يعني مش منقط، واللي فيها واللي ما فيهاش اور ايكوال ارسمها بخط داشد او دوتد. طب ليه مهم برضو ان انا اعرف النقطتين دول؟ لان احيانا بيديني جراف ويقول لي اني سيستم اللي تبع الجراف ده، فانا هبص لللاين لو لقيت واحده بيجر ذان اور ايكوال هبص على السيستم هبص على اللاين اللي موجود في السيستم اللي هو سوليد. وبعدين لو قال لي بيجر ذان اور ايكوال، لو قال لي الاور ايكوال دي على بيجر ذان يبقى هبص فوق اللاين، فوق اللاين السوليد. لو قال لي التاني لاس ذان وما قاليش اور ايكوال يبقى ده الخط اللاين الدوتد اللي هو المنقط، ولو قال لي ان هو لزن يبقى هبص تحت اللاين. فازاي اريكوجنايز، ازاي يكون عندي رسمه وانا اربطها بالسيستم اللي هو مديهوني في التشويسز بالحكايه دي؟ يعني لو انا ما اعرفش الحكايه دي اكيد مش هعرف اجاوب السؤال، مع انه سؤال سهل جدا، مديني رسمه ومديني شويه سيستمز وانا المفروض اقول ان الرسمه دي اني سيستم اللي ينفع لها من التشويسز. السؤال ده بيجي، ولو ما كنتش انا عارفه حكايه الدوتد لاين والسوليد لاين يبقى كده مش هعرف اجاوب السؤال، مع انه سؤال عبيط جدا يعني. طيب هو هنا بيقول لي نوت ذات ذا لاين از داشد، داشد يعني منقط، اللاين هنا منقط يعني معناها ان هو بيجر ذان بس مفيش اور ايكوال، نوت ايكوال اهي نوت ايكوال. طيب then the line would be solid and the point on the line will satisfy the inequality. يبقى لما يكون داشد the point on the line itself doesn't satisfy the inequality. يبقى ده الفرق الخطير اللي ما بين الداشد لاين والسوليد لاين. السوليد لاين يعني كل البوينتس اللي موجودة على اللاين satisfy the inequality، انما الداشد يعني معناها ان البوينت اللي موجودة على اللاين itself it doesn't satisfy the inequality. يعني لو في نقطة بيقول لي النقطة دي موجودة عندي في السولوشن سيت ولا لأ، أو هي النقطة موجودة على اللاين الدوتت يبقى لأ، يبقى النقطة دي مش معايا. طيب شوف الكلام اللي بعده، ادي هنا بديني سيستم، السيستم ده but what about a system of inequality. ادي سيستم اهو، وبعدين بيقول لي when it comes to graphing the goal is to find the region with the point that satisfy the system. In this case we want all the points below. عشان هنا بيقول لي less than يبقى below، وهنا bigger than يعني above دي وbelow دي. تمام
to see where the shaded region overlap. ايوه ال shading، المنطقة اللي هيحصل لها shading مرتين هي دي ال overlapping region اللي هيكون فيها ال points that satisfy both inequality. The overlapping region will contain all the points that satisfy both inequality. تمام. طيب بالنسبة لل intersection point ازاي اجيبها؟ ال intersection point اللي هي النقطة اللي هنا دي، لو انا عايز اجيبها لأي سبب من الأسباب، لو انا عايز اجيب النقطة دي لأي سبب من الأسباب، بساوي الاتنين ببعض. يعني ايه بساويهم لبعض؟ ببعض يعني انا بعتبر ان الانيكواليتي دي بعتبرها انها ايكوال، وبعتبره ان هما تو لاين عادي. وبعدين هقول هنا ماينس اكس بلس 4 بتساوي هاف اكس ماينس 3، وبعدين هجيب الماينس اكس دي هجيب لها الماينس هاف اكس الناحيه دي، وهقول ماينس 3 هنا ماينس 4، والماينس هيروح مع الماينس، يبقى هنا اكس ماينس 3 اوفر 2 اكس ايكوال ماينس 7. فهضرب هنا في ماينس 3 اوفر 2 اوفر 3 تايمز ماينس 2 اوفر 3، الماينس هتروح مع الماينس، يبقى هنا عندي 14 اوفر 3 دي الاكس، الاكس 14 اوفر 3. يعني انا واقفه هنا عند 14 اوفر 3. لو عايزه اعرف الواي بتاعها بسبستيتيوت الاكس دي في اي واحده من الاثنين، لان المفروض ان النقطه دي موجوده على التو لاين، فالواي بتاعتها اقدر اجيبها من اي ايكويشن من الاثنين. يبقى انا جبت الانترسكشن بوينت ده لو انا محتاجاها، يعني بجيبها بان انا بساوي التو ايكويشن ببعض. انا بعتبر ان الايكويشن هنا، ان الانيكواليتي هنا دي ايكويشن عشان اقدر اجيب الانترسكشن بوينت، بشيل الانيكواليتي دي ساين واعتبرها انها ايكوال، حتى لو هنا مفيش اور ايكوال. يعني حتى هنا دي اور ايكوال اهي موجوده، اور ايكوال موجوده. طب لو هي مش موجوده برضو ما بيهمنيش، يعني هي ما تفرقش معايا في حاجه. يعني لو دي كده bigger than ودي smaller than مثلا، او يعني whichever، المهم ما فيش اور ايكوال، عادي برضو هشيلها خالص واعتبرها انها كده ايكوال وكده ايكوال، واخد كل دول اساويهم بكل دول واشوف الاكس هتبقى كام والواي هتبقى كام، وهي دي هتبقى الانترسكشن بوينت بتاعتي. طب هل في اوقات ببقى انا محتاجه فعلا ان انا اجيب الانترسكشن بوينت؟ ايوه، لانه احيانا بيقول لي بيبقى محتاج يعرف قيمه الماكسيمم او المينيمم بتاع الواي مثلا، او بتاع الاكس، بتاع البوينت اللي هي السولوشن سيت. يعني السولوشن سيت دي بتبقى عباره عن بوينتس كتير، بس البوينتس الكتير دي ليها مينيمم او ليها ماكسيمم. يعني لو النقطه دي كانت في البدايه، لو النقطه دي في بدايه الريجين، وعندي بعد كده كل الاكسز اللي هنا، كل الفاليوز اوف اكس اللي هنا هتبقى اصغر من دي، بقى دي الماكسيم، يبقى النقطه دي بتاعتي هي الماكسيمم بتاعه الاكس بتاعتي، لان كل الفاليوز اوف اكس هتصغر بعد كده. يبقى ممكن يقول لي what is the maximum x of all the points that belong to the solution set. يبقى السولوشن سيت فيها عدد نقاط كتير بس الاكس بتاعتهم ليها ماكسيمم، يعني ده اخرها. يعني لو النقطة دي مثلا الاكس بتاعتها احنا لسه قايلين 14 over 3، يبقى دي الماكسيمم بتاعي، الماكسيمم اكس اللي ممكن النقاط اللي هنا دي يبقى عندها اكس 14 over 3، انما ما ينفعش يكون عندها اكتر من كده لان ده الماكسيمم. بعد كده الاكسز الفاليوز بتاعتها بتصغر، يبقى دي الماكسيمم بتاعتي. فاحيانا هو بيطلبها بيقول لي ايه هي الماكسيمم اكس، او ممكن يقول لي ايه هي الماكسيمم واي. هنا ماكسيمم. طب لو كانت الانيكواليتي الناحيه الثانيه، يعني الشيدنج كان الناحيه دي، كان هيقول لي ده المينيمم، وات از مينيمم اكس. يبقى لو قال لي وات از مينيمم او وات از ماكسيمم من غير ما يديني رسمه، انا مجبره ان انا ارسم عشان انا عايزه اعرف الشكل الجراف بتاعي هيبقى عامل ازاي، والاكس بتاعتي هتمشي يمين ولا هتمشي شمال. بس هو غالبا، يعني غالبا في الغالب، يعني لما هو بيقول لي الماكسيمم بتبقى هي فعلا نقطه الماكسيمم. لو قال لي مينيمم هيبقى الجراف الناحيه دي، وان دي هي المينيمم، لان بعد كده الاكس بتكبر، كل الفاليوز اوف اكس وانا ماشيه الناحيه دي الفاليوز اوف اكس بتكبر، يبقى نقطه الانترسكشن دي هي اقل نقطه الاكس ممكن تاخدها.
لان الاكس بعد كده في السولوشن سيت، لو هي دي كده السولوشن سيت، يبقى الاكس القيم الاكس هتزيد في المنطقة دي. تمام، يبقى انا عرفت انا ليه بجيب الانترسكشن بوينت وليه لازم اعرف ازاي بتتجاب، لان احيانا بيطلبها. طيب هنا بيقول لي the following system of inequality is graphed in the xy plane above. ماشي، ارسميه انت بقى وعيشي مع نفسك. which quadrant contains solution to the system. بالظبط، انا هنا ما في، حتى هو في الكتاب عامل كده زي ما انا قلت. first، بص بقى هنا بيقول لي ايه، بيقول لي first حضرتك graph the equation، the equations الاثنين، graphهم. graphهم يعني ايه؟ دول lines، فعاوزني ارسم التو lines. بعد ما ارسم التو لاينز ارسمهم عادي كايكويشن عادي مش كانيكواليتي، يعني هعتبر ان دي كده ايكوال ودي كده ايكوال، ودول عندي تو لاينز هرسمهم. هرسمهم ازاي؟ كل لاين من دول ليها اكس انترسبت وليها واي انترسبت. ازاي اجيب الواي انترسبت؟ لما احط الاكس بزيرو. ازاي اجيب الاكس انترسبت؟ لما احط الواي بزيرو. جبت الاكس انترسبت وجبت الواي انترسبت بتاعت الاثنين، يبقى انا كده عندي نقطتين لكل لاين. طب ما هو اللاين محتاج نقطتين بس عشان يترسم. طيب رسمناهم، ابص بقى للاتنين دول كده، ابص لدول عشان اعرف اعمل شيدنج فين. فين اللاين بتاعي الاولاني؟ اللاين بتاعي الاولاني اللي هيكون الواي انترسبت بتاعته 1، فين اللي الواي انترسبت بتاعته 1؟ اهو، يبقى ده اللاين. انا هسمي ده كده لاين 1 اللي هو ده لاين 1، وده كده لاين 2. الاتنين فيهم اور ايكوال، فالاتنين هيبقوا سوليد لاين. حلو قوي. طيب الاثنين هعمل شيدنج اباف، لانه بيقول لي بيجر ذان، بيجر ذان يبقى هعمل هلون اباف، وهنا برضو بيجر ذان هلون اباف. يبقى انا عرفت ان هما اور ايكوال، دي هتخلي لي اللاين يبقى سوليد مش منقط، وفي نفس الوقت بيجر ذان الاثنين، بيجر ذان يعني هلون الاثنين فوق اللاين، فوقهم يعني كل لاين هلون فوقه. يبقى بالنسبه لللاين ده، بالنسبه لللاين ده كده انا هلون المنطقه اللي فوق. طيب بالنسبه لللاين التاني، اللاين التاني اهو هلون المنطقه اللي فوق. المنطقه اللي اتلونت اصفر ولبني في نفس الوقت هي دي السولوشن سيت بتاعتي اللي حصل لها اوفرلابنج، يعني اتلونت مرتين. تمام، يبقى انا عندي منطقه اتلونت مرتين اللي هي المنطقه دي. بات ايه اللي بيحصل ده؟ اللي هي المنطقه دي اتلونت مرتين، يبقى هي دي السولوشن سيت بتاعتي. السولوشن سيت بتاعتي ليها مينيمم. مينيمم ايه؟ مينيمم اكس ومينيمم واي، لان الواي برضو هنا عندي هنا فاليو اوف واي، وبعد كده الفاليو اوف واي ده بيزيد. عندي هنا فاليو اوف اكس، والفاليو اوف اكس هتزيد لان النقاط اهي بتمشي الناحيه دي، فالاكس بتاعتها هتزيد. يبقى النقطه دي هي نقطه المينيمم بتاعتي. فهو هيسألني بيقول لي ايه هي المينيمم اكس او ايه هي المينيمم واي. انا كده عرفت من ايه، من الانترسكشن بوينت. يبقى هو بيقول لي ايه عشان اقدر اجاوب له السؤال ده، اقدر اعرف منين السولوشن سيت في اني كوادرنت. بيقول لي first graph the equation، عملت له graph، بعد كده رحت مستخدمه الانيكواليتي وترجمت الكلام ده وعرفت السولوشن سيت فين. بيقول لي then shade the region and find the overlapping region. عرفت ان الاوفرلابنج ريجين هي المنطقه دي. طب المنطقه دي موجوده في اني كوادرنت؟ موجوده في كوادرنت 1 اوف كورس، وموجود حته اهي في كوادرنت 2، وفي عندي حته كمان في كوادرنت 4، و3 ما فيهاش اي حاجه خالص. يعني كوادرنت 3 اهي ما فيهاش اي حاجه خالص تخص السيستم. فهو هنا ممكن يسالني يقول لي which quadrant doesn't contain any solution. ساعتها هقول له quadrant 3. هنا بيقول لي which contain solution، يبقى هقول له quadrant 1 و 2 و 4. فين 1 و 2 4 هنا؟ 1 و 2 and 4 اهي، يبقى الانسر دي. يبقى ساعات يقول لي، ساعات يقول لي السولوشن موجودة فين، وساعات يقول لي السولوشن مش موجودة فين. يعني ايه هي المنطقة اللي على الجراف اللي ما يكونش فيها solution؟ ساعتها هقول له الكوادرنت ده كده ما فيهوش ولا سولوشن خالص. فلو سألني اني كوادرنت اللي ما فيهوش سولوشن هقول له كوادرنت 3. تمام، هنا انا بحب النوعيه دي من الاسئله بصراحه، وبتيجي الحمد لله في الامتحان، بس يعني انا بفضل دي. لو انيكواليتي دي بنبسط. هنا بيقول لي
Ecologists have determined that the number of frogs y must be greater than or equal to 3 times the number of snakes x for the healthy ecosystem to be maintained in a particular forest. انا عندي دلوقتي الفروجز والسنيكس ده السنيكس بياكلوا الفروجز, فعشان يبقى عندي healthy ecosystem, عشان النظام البيئي يكون نظام صحي, فلازم يتوفر للسنيكس الاكل بتاعه. يعني ما ينفعش ان احنا نقعد نصطاد في الفروجز مثلا والسنيكس ما تلاقيش حاجه تاكلها, فيحصل خلل في الاكوسيستم. فهو بيقول لي عشان يحصل هيلثي اكوسيستم ما يحصلش فيه خلل, مفروض ان عدد الفروجز يكون greater than or equal, greater than or equal يعني greater than or equal, يبقى الواي اللي هي الفروجز لازم تكون greater than or equal to 3 times the number of snakes x عشان يبقى healthy ecosystem. تمام. In addition, هيديني بقى inequality تانية, the number of frogs and the number of snakes يعني ال y and ال x must sum يعني يعني يدوني في الاخر مجموعهم يكون ايه, at least يعني bigger than or equal. كلمة at least و at most لازم نحط or equal فيهم. At least 400, at least يعني اقل حاجة 400, يعني ممكن 400 او اكتر, يبقى bigger than or equal. هل الاتنين اللي انا عملتهم دول موجودين في التشويسز؟ هل انا لما عملتهم بصيت في التشويسز الاول؟ لا, ما نبصش في التشويسز خالص عشان ما تأثرش على اختياراتنا وتفكيرنا واحنا بنفكر. يبقى y bigger than or equal 3x, اوكي. y minus x, لا مفيش minus خالص, ده هو هنا بيقول لي sum, يبقى minus ازاي؟ يبقى دي غلط. y is bigger than or equal, تمام, برضو minus غلط. هنا plus, بس هنا bigger than or equal, تمام, هنا less than or equal, يبقى دي غلط, يبقى الانسر سي. تمام كده, موضوع مجرد ترجمة بسيطة خالص, وبنحاول نجيب الاكويشن احنا من عندنا ونشوفها قارنها باللي موجود في التشويسز ونشوف احنا اجابتنا موجودة ولا لا. هنا in this types of questions the intersection point is typically what you are looking for. Part 2 solution, part 1 solution. هو ايه المطلوب بالظبط؟ هو كان طالب حاجة تاني. part 2, what is the minimum. ايوة لسه كنت بقول فوق ان هو نقطة الانترسكشن دي يا هتكون minimum يا هتكون maximum حسب الشيدنج موجود ناحية اليمين ولا لا ولا ناحية الشمال. يعني لو احنا مثلا السيستم عندنا كده والانترسكشن بوينت هنا والشيدنج كله الناحية دي, يبقى اذا دي minimum كده, السيستم عامل كده او يعني كده, والانترسكشن هنا والشيدنج كله هنا, يبقى دي مينيمم, لان احنا ماشيين من الشمال لليمين الاكس بتكبر, يبقى انا كده الاكس بتكبر عندي, يبقى دي اصغر قيمه للاكس, يبقى دي المينيمم. لو قال لي ماكسيمم يبقى اعرف على طول ان الجراف هيبقى وشه الناحيه دي, الانترسكشن هتبقى الناحيه دي, فانا كده ماشيه في النيجاتيف انفينيتي, وعند النيجاتيف انفينيتي الاكس بتاعتي بتصغر, يبقى اذا دي هتبقى الماكسيمم, لان هنا الاكس بتصغر, يبقى دي اكبر قيمه ممكن الاكس تاخدها. يبقى انا لو قال لي مينيمم او ماكسيمم اعرف على طول الاتجاه بتاع السولوشن ريجين هيبقى في اني اتجاه, يبقى ناحيه النيجاتيف انفينيتي ولا ناحيه البوزيتيف انفينيتي. هنا بيقول لي what is the minimum possible number of frogs, يعني الواي, لان يعني احنا قلنا ان السنيكس هي الاكس, يبقى هنا عايز المينيمم, المينيمم واي. انا هنا عندي اهو الانترسكشن بوينت اهي, تمام, الواي بتاعتي فين اجيبها؟ يبقى هو عايزني اجيب الواي بتاعه الانترسكشن بوينت, وهي دي هتكون المينيمم بتاعتي. الواي بتاعه الانترسكشن بوينت هي كوردينيت فيها اكس وواي, هو عايز دي, عايز اعرف دي الفاليو بتاعها كام. طبعا انا الستيب الاولى انا اوريدي عملت الجراف, لان هو ما كانش مديهوني, اوريدي انا عملت الجراف من الاثنين دول, اللي هي الانسر كانت سي دي, لا كانت سي, الانسر كانت سي, تمام. فانا خدت الانسر سي دي, عرفت الاكويشن بتاعتي, ورحت رسمهم تو لاينز. لما رسمت التو لاينز وشفت السولوشن سيت, لقيت ان السولوشن سيت هتبقى هنا. طيب انا دلوقتي عايز اجيب الانترسكشن بوينت, اعمل ايه؟ قلنا اتفقنا ان احنا لما نحب نجيب
ال intersection point بساوي دي بعملها كده كأنها equality، ودول بيبقوا two lines هساويهم ببعض، هقول ان 3x بتساوي minus x plus 400 وحلها الجبر عادي، يديني ال x equal، هو مش عايز ال x وعايز ال y لان ال x دي هي ال snakes وعايز ال frogs، يبقى ال minimum frogs هتبقى اللي هي ال y. هعمل substitute لل x اللي انا طلعتها هنا دي في دي طبعا عشان دي اسهل، يبقى المفروض y equal 3x، لما اجيب ال x احطها هنا اهو واشوف ال y بتاعت ال intersection point هتبقى عاملة ازاي، وهو ده اللي هو عمله هنا. لما عملهم ايكوال لبعض الاكس طلعت ب 100، راح معوض بالاكس هنا اهو، يبقى الواي هتبقى 300، وهي دي هتبقى المينيمم نمبر اوف فروجز از 300 ان هيلثي اكس سيستم. تمام كده، اوكي. هي الانيكواليتي بسيطه وما فيهاش كلام كتير. احنا كده هنعمل الفيديو التاني اللي هو هيبقى فيه حل الشابتر اكسرسايزز اللي هي هما كام واحدة، هيكونوا 16 واحدة، 16 question. ان شاء الله الفيديو التاني ما يبقاش طويل، عشان ما عشان انا مش بحب الفيديوهات تبقى طويلة، عشان الفيديو لما بيبقى طويل بيبقى ممل. يبقى احنا كده هشوفكم بقى في الفيديو الجاي اللي هو فيه الاجابة بتاعت الاسئلة بتاعت الشابتر ده ان شاء الله.